اهلا بيكم متابعي في الجول دوت كوم. النهارده لايف جديد بعد مباراتين مهمتين جدا، واحده في مصر وواحده في انجلترا. الاهلي تغلب على مقاولين عرب 2-0، وبنفس النتيجه فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في قمه كلاسيكيه انجليزيه 2-0 برضو. ومحمد صلاح نجمنا المصري خطف الانظار في الثواني الاخيره من المباراه وسجل اخيرا في شباك مانشستر يونايتد. هنتكلم في الجزء الاول من اللايف عن مباراه الدوري المصري، الاهلي اللي حلق في الصداره وابتعد جدا، وفي الجزء الثاني من اللايف هنتكلم عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وكسر محمد صلاح أخيرا للعقدة اللي كانت معندية جدا قدام مانشستر يونايتد. كان لعبهم 4 ماتشات قبل كده وما قدرش يسجل في مرماهم. فخلينا نبدأ الأول بالأهلي، والأهلي بيوصل انتصاراته، الأهلي فاز بكل مبارياته في الدوري هذا الموسم. أنا زكي السعيد ومعايا مهاب. ازيك يا مهاب؟ عامل ايه؟ اخبارك يا باشا؟ اخبارك تمام؟ الأهلي عمل ايه النهارده؟ 12 فوز على التوالي، تمام. الاهلي خلاص رفع الشعار اللي حصلني كسرني، او احنا خدنا بالنا من الفتره الاخيره، كمان اخر 3 ماتشات بالذات فايدر ما بيبصش على الاداء قوي اكتر ما بيبص له، خلاص احنا لازم نضمن مكاننا في الصداره. ماتش النهارده كان مهم، كان منافس الرئيسي المقاولين العرب، كان فرق نقطتين قبل الماتش. النهارده كان زي ما انت شفت كان في برضه تغييرات في التشكيل، مش نفس التشكيله اللي بدا بيها ماتش طنطا. احنا كان في ناس توقعت ان ممكن كهربا يبدا، لا هو بدا بحسين الشحات وبدا رغم ان محمد الشيخ. كهربا تالق بعد ما نزل المباراه اللي فاتت، بالظبط. بس برضو فايلر قرر ان هو يكمل. تمام، هو مروان محسن كمان، يعني ناس قالت ان ممكن يدي مروان لانه ختم كويس الماتش اللي فات، ولكن هو كان ثبت عناصر معينه كان حاططها في دماغه ان الشيخ لازم يبدا، كانه كان بادئ كويس الماتش اللي فات. اجايي نفس كان الحوار. استبعاد جيرالدو النهارده كان مفاجاه برضو، في ناس توقعوا ان هو ممكن ياخد شويه دقايق. انا عامه ما كانش بالنسبه لي مفاجاه، انا قلت يمكن هو هيحتاج جيرالدو في الماتش بتاع النجم الساحلي اكتر، لان جيرالدو بيديله اكتر في ماتشات افريقيا، هو بيحتاج سرعته وبيحتاج قوته اكتر في ماتشات افريقيا، عشان كده قلت ممكن هيديله فتره راحه زياده، وهو عنده البديل كده كده، وليد الشيخ موجود وبره موجود وليد سليمان وكمان موجود كهربا، فمش كانش هيعاني قوي في الحته دي. لو جينا على مجريات الماتش زي ما قلت لك ان فايدر ما عادش بيبص للاداء قوي، فهتلاقي ان الاهلي النهارده مش احسن مبارياته كاداء فني يعني، ولكن هو الاهلي اوريدي فرض اسلوب لعب ان هو بيسيطر على الكوره وبيقدر يحسم لما بيوصل للجول. انت شفت النهارده حتى الاهلي بيلعب اخر تلت ساعه مطرود منه رامي ربيعه قلب الدفاع، ما حسيتش ان فيه اهتزاز في مستوى الفرقه قوي. هو طول صاحب الشيخ حط اليو ديانج قفل نص الملعب على سرعات مورين العرب، سواء محمد سالم او سيف الدين الجزيري، ما كانتش في الكوره بتوصل لهم باريحيه قوي مع نزول اليو ديانج. كمان السوليه النهارده يعني ماتش عن التاني باستثناء طبعا ماتش بلاتينو، ولكن السوليه عنصر فارق جدا في خط وسط الاهلي النهارده، 2 اسيست في الماتش منهم الكره الثانيه دي، يعني فيجن عالي قوي من نص الملعب، عامل الثرو باس للعالي لوليد سليمان. الاهلي وصل اللي هو عايزه 36 نقطه 12 فوز على التوالي، لسه حتى الان ما لقاش الخصم، حتى اقول لك مش هيوقفوا، لا اللي اقرب معاه شويه في الدوري، يعني الاهلي سكته سالكه قوي. هو المفترض لو الاهلي لسه ما لعبش طبعا اكبر منافسين ليه في البطوله بيراميدز، لان بحكم ان بيراميدز تغلب على الاهلي 3 مباريات في الموسم اللي فات في الدوري وفي الكاس، والزمالك طبعا اللي هو المنافس التاريخي للاهلي، فاظن المباراتين دول هيكون ولسه المصري كمان، يعني لسه في فرق برضه ممكن، صح يعني ممكن هتكون يعني مش هو بحكم ان الاهلي لما لعب الاتحاد كان الاتحاد في المركز الثاني والاهلي كسب، وبعدين الاهلي لما لعب المقاولين النهارده كان المقاولين في المركز الثاني. تمام. لكن لسه في اختبارات في الدور الاول اللي هو لسه مخلصش، بالنسبه للاهلي في اختبارات صعبه جدا وهيبقى الاهلي مطالب فيها بمستوى افضل من النهارده طبعا. ولكن هو زي ما انت قلت لك، هو الراجل بيتعامل مع المباريات كلها بيدير ريتم واحد، نجمع نقط، وخصوصا كمان لما يكون قدامك منافس مباشر او معاك في نفس المربع بتاعك، ده هيكون ماتش مهم جدا، وده اللي شفناه النهارده يعني. طيب هل تتوقع ان مقاولين عرب ممكن، طبعا مركزه اللي هو موجود فيه في الوقت الحالي المركز الثاني، لو انهى الدوري في المركز ده مثلا هتكون مفاجاه كبيره جدا، هل تتوقع ان مقاولين عرب عنده القدره ان هو يواصل ويكمل في الدوري في المنافسه دي لحد الاخر؟ بص هو دلوقتي يعني هو لو وصل للدور الاولاني وهو مفنش ثاني، اعتقد حاجه مش وحشه لعماد النحاس، وهيدي له ستارت اب كويسه جدا في الدور الثاني، ولكن الزمالك لسه متأجل له ماتشين اقل من المقاولين لسه. والزمالك الفتره الاخيره مع كارتيرون خلاص الراجل ما عادش بيلعب في التشكيل كتير، الراجل مثبت لعيبه بدنيا، الزمالك بيرجع تاني، كنت بنشوف ان الزمالك عنده مشكله بدنيه في بدايه الموسم، لكن اخر 3 ماتشات الزمالك بدنيا بيرجع عالي تاني، فلسه الموضوع ما حاسمش المقاولين، وحتى كمان ما حاسمش الاهلي كمان لسه تاني، فلسه عندك الزمالك موجود طبعا،
يعني المقاولين ممكن مع عماد النحاس مغامره ممكن تكمل ولكن مترتبه على تحتيه، خصوصا ان هو عامل استمراريه لان هو من الموسم اللي فات، الموسم اللي فات خلص رابع اظن بالظبط. لا الموسم اللي فات خلص خامس بعد المصري. بعد المصري كان في منافسه لحد اخر اسبوعين مع المصري، ولكن كان الفرقه مع ايهاب جلال كانت فايقه قوي في السنه اللي فاتت. فانا بتكلم ان لسه الموضوع في الصداره، ولسه كمان اخر المركز الثاني والثالث الزمالك وبيراميدز والاتحاد والانتاج الحربي، الاربع فرق دول هيكون في بينهم نفس كبير، تنافس قوي جدا. طيب نخش على الشق الثاني من اللايف بتاعنا. هاخد شويه بس اتفضل، هاخد شويه كومنتس من الناس عن مباراه الاهلي وبعديها هننقل على ليفربول. عادل مكي واضح ان هو زملكاوي، بيقول لحد امتى الحكام مصريين بيساعدوا الاهلي؟ انت ايه رايك في الجول الجول الاول للاهلي النهارده اللي هو كان عليه اعتراضات من لعيب المقاولين العرب؟ الكره المشتركه ما بين امير عابد، امير عابد هي فيها التحام، يعني هي فيها التحام، فاول ولا مش فاول دي بتاعه حكم، ولكن هي كانت فعلا كان في التحام على الكره. بس في ناس بتقول ان اجايه لمس الكره الاول، يعني هو خدها من امير وبعد كده رجل في رجل. وفي ناس تقول لا ده امير هو اللي طلعها الاول وبعد كده رجل في رجل. وفي كل الاحوال احنا مش شايفين حاجه لان الجوده بتاعت الصوره سيئه جدا يعني، فربنا يكون في عون الحكام لما الفار يطبل، لان هم مش هيشوفوا حاجه، مش هيلاقي حاجه يقولها. سيده وفضل بيقول اجمل شيء انه لم يشرك مروان محسن. هل مروان محسن بالمستوى بالفتره اللي فاتت يستحق ان هو يتقال عليه احسن حاجه ان هو ما شاركش؟ لا اعتقد الراجل اللي جاي عليه يعني هو عنده مشكله مع مروان، لان زي ما اتكلمنا في اول اللايف ان مروان اخر كام ماتش لا يعني هو عنصر فارق لما بينزل، مش بس عشان جاب جول في ماتش طنطا ولا عشان جاب جول في بلاتينيوم، هو كان العنصر المؤثر الوحيد في ماتش بلاتينيوم مثلا، هو اوحش ماتشات الاهلي حتى الان من بدايه السيزون، كان هو العنصر الافكتيف الوحيد، هو الفعال اكتر في خط الهجوم كان مروان محسن. بدليل ان هو خد ثقه المدرب على اداره بالظبط. فمروان ليه ماتشاته، فلان ان انت تهمشه وتستثنيه خالص لا لا جاي عليه كتير جدا. حد بيقول لك انك عالمي، سعد سامر شكرا. احمد زكي بيقول ابو شعر ده زملكاوي اللي هو انا يعني. سعد سامر بيقول لك تحليلك جميل. حسن لطفي بيقول ان السوليه وياسر ابراهيم افضل ما في الماتش. هو على فكره ياسر ابراهيم كويس من الماتش اللي فات، يعني ياسر النهارده لو بتتكلم ان كان بيلعب على مان زي محمد سالم، ومحمد سالم لعيب سريع جدا خصوصا من غير الكوره، فالنهارده كان معاه عامل ماتش كويس جدا فعلا، ما ريحوش، هتحس هو بيروح الكوره كان نازل قوي عليه. ايوه ياسر اسامه بيقول ماتش الاهلي خلص كام؟ ماتش الاهلي خلص 2-0 للاهلي. مصطفى ميشو برده بيسالنا عن النتيجه 2-0 للاهلي. ما فرجتش كتير. محمد هاني بيقول ان افضل قرار كان البدء بايمن اشرف كباك شمال لقوته الدفاعيه. ما لو انت بتتكلم ان علي معلول انت عايز تريحه ومحمود وحيد مش جاهز، فده بيكون افضل قرار يعني. هو مش افضل، هو مفيش قرارات تانية، وحسين السيد خرج بره خيارات المدرب وهيمشي غالبا يعني. عمر محمد بيسالنا هو وليد ازارو هيمشي يعني، هو فايلر عايز يستغني عن وليد ازارو، والنادي فعلا منفتح على اي عروض تجيله لان محتاجين يخرجوا لاعب اجنبي ودخلوا مكانه بادجي في ماتش طنطا لما تم استبعاده، وهو خلاص خرج بره حسابات الجهاز الفني. تمام. اخبار اليو بادجي ايه؟ بنتسال لازم اول لاعب اجنبي يخرج من القايمه ويتسجل بادجي مكانه، فعشان كده الاهلي بيسال على اعداده وتاهيله ممكن ينسى انت يشارك، ما هو عشان يشارك امتى؟ ما هو برده لازم في عدد محدد من الاجانب. تمام. موقف متوقع ترتب على موقف ازارو او جيرالد، واحد الاثنين هيمشي. هاني نسيم بيقول لنا ليه ما بداش بكهربا من اول الماتش؟ هو واضح ان هو يعني مش عايز يدفع بيه مره واحده، ممكن يكون عنده علامات استفهام معينه على حالته البدنيه. خلي بالك هو الراجل صبور جدا على لعيبته، انت تفتكر برضه الناس اول ديت السيزون اليو ديانج بالظبط، حتى لما اتصاب حمدي فتحي طب امتى لعب 3 4 ماتشات كان قفشه هو اللي بيلعب جنب السوليه، وهو فهو الراجل صبور جدا في اختياراته عشان يشرك اللعيب مره واحده اساسي. احمد عاصم بيسالنا صالح ولا قفشه؟ هو بالنسبه لفايلر قفشه يعني، بالنسبه لفايلر هو اللي قفشه، هو الخيار الوحيد، مش بس مفيش هو الراجل مش ماشي يحسبها مين الامهر مين افيد دلوقتي للفرقه. احمد صالح بركات بيقول ايه رايك في وليد ازارو؟ اظن ازارو فقد الثقه، واظن ازارو محتاج التغيير بالظبط، وصعب جدا يفضل في البيئه وفي كام الضغوط الشديد اللي موجود عليه دلوقتي. تمام. نخش على ليفربول، على ليفربول مانشستر يونايتد، لان ماتش برشلونه هيبدا كمان دقايق. مش عايزين نطول على الناس، مش عايزين نطول على الناس ولا على نفسنا خلاص. خلينا نسالك انا بقى عن ليفربول بقى، النهارده بصلاح عملها
اخيرا عرف الطريق لشباك دخية حتى لو في اخر كام ثانيه. ولكن هنتكلم عن اداء صلاح واداء ليفربول عامه. التسيد الكامل النهارده يعني قدام مانشستر يونايتد. يعني يونايتد ما كانش موجود يعني اللهم اما يعني كورتين ثلاثه كده كانوا بالغلط لمارسيال وتانيه لاندرياس بريرا. خلاص كده ليفربول حاسم الموضوع خلاص. لا هو ليفربول حاسم الموضوع مش حسم الموضوع. هو ليفربول فارق 16 نقطه دلوقتي عن اقرب منافسيه يعني يكون هو مين هو مانشستر سيتي يعني. تمام. وكمان ليفربول ليه مباراه مؤجله فيعني بنتكلم في 19 نقطه عمليا. يعني ليفربول ممكن يحسم الدوري الاسبوع الجاي تقريبا حاجه كده. لكن كان مهم النهارده كان في تحدي شخصي لمحمد صلاح النهارده ان هو يسجل في قدام مانشستر يونايتد لان الموضوع كان بدا ماتش ورا الثاني وكل ما صلاح ما بيجيبش جوال في مانشستر يونايتد. مع ان هي ما كانتش افضل مباراه صلاح قدام رونالدو ده اكيد يعني هو قدم مباريات كتيره احسن بكتير من الماتش بتاع النهارده ولكن يعني هي كانت مكتوبه له. هو كان ليه تصريح امبارح على سكاي بيقول ان هو مانشستر يونايتد بيلعب قدامي بشكل مختلف وبيدافع قدامي بشكل مختلف وشوف فعلا شفنا قبل كده بيتعمل عليه رقابه فرديه. بس النهارده كان في مساحات كتيره جدا. النهارده كان في مساحات رغم ان تشكيل مانشستر يونايتد انبأ ان في تفيل مخصوص لصلاح لان هو لعب ويليامز وليك شو مع بعض. تمام. وفي المجمل صلاح ما سنحتلوش فرص غير فرصه في اول الشوط الثاني اللي كانت فرصه مؤكده بعد عرضيه من روبرتسون. ما هو ما توقعش انها كانت تعدي. ما توقعش انها تعدي فما انهاش بالشكل الجيد وجت في القايم. وبعدين جات له بقى الهديه من اليسون بيكر لما تجي لك هديه من اخر واحد انت تتوقع صحيح. منه. صحيح واخر واحد في الملعب واخر واحد تتوقع منه. لعب ايده ورجله ممتاز جدا صلاح كان طبعا قبل خط النص ومفيش اوفسايد قبل خط النص. وانفرد من قبل نص الملعب وسجل اخيرا كمان سبق لعيب هو تقريبا اسرع ثاني اسرع في الملعب يعني دانيال جيمس دانيال هو يسبقه كده كمان ويحجز عليه بجسمه مش عارف يوصل للكره من صلاح. دي حاجه بصراحه ابهرت. ده دانيال جيمس من اسرع لعيبه في الدوري الانجليزي وكان شيء غريب جدا ان هو يطرد المسافه دي كلها يعني دايما الكره في اولها انا قلت هياخدها منه دايما اللي بيبقى المفروض يبقى اسرع اللي معهوش الكوره اللي معاه الكوره بيبقى ابطا بالظبط بيكون اتقل من تقيله شويه. ولكن صلاح ده كمان تخليك تطور بصراحه على المستوى البدني يعني النهارده كمان قلعت التيشيرت بتشوف الماسلز اللي عنده مش موضوع استعراض لا هو بيقول لك اداء يعني الراجل ما عرفش حتى يديله واحده كده مثلا يوقعه ياخد منه طرد وبتاع لا ما شاء الله يعني في كان فاكر ازاي هو يسيس دانيال جيمس ده يعني بالنسبه لدانيال جيمس ده من غير الكوره ما حدش بيحصره في الدوري الانجليزي فان هو حصره لا حاجه مبهره صراحه كده مفيش غير فريقين صلاح لعبهم في البريمير ليج وما جابش فيهم اجوال هم استون فيلا وسوانزي سيتي. سوانزي سيتي هبط استون فيلا ممكن في ماتش الدور الثاني صلاح عنده فرصه ويستنى بقى سوانزي يصعد ثاني ويجيب فيه ان شاء الله. لكن هو سجل في كل الفرق اللي لعبها بخلاف الفرقه دي كان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الكبير اللي صلاح ما جابش فيه جوال وكان ده خامس ماتش وكنا خلاص رايحين في الدقيقه 93 ومفيش خلاص اعتقدنا ان صلاح مش هيسجل النهارده وواضح ان هو كان واخد الموضوع تحدي شخصي ليه لازم اسجل بدليل الاحتفال بتاعه وعلى التيشيرت وكده. بس بالنسبه لمانشستر يونايتد اظن ان هم ظهروا بشكل يعني النتيجه ممكن تكون خادعه شويه. الماتش كان قريب ان هو يخلص 1-0 والماتش فضل فرق واحد مده طويله لكن ليفربول ضيع كميه فرص بالظبط. كان برضو ان انت بتتكلم على يونايتد فهو تحس ان برضه يعني فريق داخل مش عايز اقول مستسلم ولكن هو مش مستني حاجه من الماتش يعني لو جيت نقطه من الانفيلد مش وحشه. هو يعني هو بيلعب هو في الاول والاخر لحد دلوقتي الفريق اللي عارف ياخد اي حاجه من ليفربول هو يظل مانشستر يونايتد في الموسم كله بالظبط. يعني كان مع ماتش الدور الاول يعني كان تقريبا ليفربول متعادل في اخر ثانيه تقريبا يعني مانشستر يونايتد كان هيكسب بالظبط. ولكن كان لالانا تقريبا ادم لالانا عشان كده الناس اتخلق يعني كان قلت ممكن طب هل مثلا غياب راشفورد اثر على حاجه في يونايتد؟ ما اظنش كان هيشكل الفرق الكبير قوي يعني بنتكلم ليفربول دلوقتي غير قابل للايقاف سواء انت فريق واقف على رجلك او فريق مش واقف على رجلك. في كل الحالات لما تلعب ليفربول النهارده انت مش مرشح اطلاقا. بس انت بتتكلم مثلا على كام كره اللي هيلعبهم النهارده مارسيال مثلا لو كان في فينشر احسن بحجم راشفورد كان ممكن تفرق يعني ولا كان انت لما تبص الفرص اللي ضيعها مانشستر يونايتد هتبص على الجانب الثاني هتلاقي العارضه صوتت يعني بتاعت ليفربول بتاعت مانشستر يونايتد. فخصوصا ليفربول بيبدا الشوط الثاني بشكل استثنائي جدا في اغلب مبارياته بتلاقي فيه طوفان جاي عليك. استغرب ان في لعيبه بشكل 90 دقيقه ما شاء الله مجهود بدني يعني روبرتسون وارنولد انا مش عارف يعني اخرتهم معانا ايه يعني. يعني انا كواحد بشجع برشلونه بعد اللي شفته السنه اللي فاتت يعني لازم يبقى لهم نهايه الناس دي. خلي بالك لعبوكم تاني المره انا خايف صدقني من دلوقتي. ايمن كامل بيقول لنا جيمس لو ماتش تعادل كان عمل فاول زي فالفيردي. طب ما كان ممكن يعمل فاول بالظبط يعني انا مستغربها ولكن هو برده يعني مش عايز افخم في الموضوع لكن هو فعلا قوه صلاح هو كان محجز عليه بجسمه جامد قوي يعني هو مش لاقي حتى شايف الكره من رجليه فهو يعني
هو سرعته خدعته ان هو ممكن ياخدها، ان هو لا انا بالسرعه ممكن انا هوصل للكره قبل، لكن هو لا جسمانيا صلاح كان اعلى منه. محمد مجاد بيقول ابو مكه اللي مشرفنا. عمرو محمد بيقول لرامي ربيع طرد ليه؟ اظن وشاط الكوره بعد الفاول اعتراض انذار ثاني واعتراض. سعد سامر بيقول لنا رايكم في محمود متولي. لا محمود متولي لعب في وسط الملعب النهارده، لعب في وسط الملعب وفي اخر 10 دقايق لما رامي ربيع اعترض لعب مساك قدم ماتش كويس جدا محمود. والماتش اللي فات برده طنطا كان كويس جدا في نص الملعب برده جنب السليم، وهو اصلا لعبها النص اللي فاتت مع الاسماعيلي السنه اللي فاتت الدور الثاني كان كله تقريبا لعبه هاف ديفندر مع الاسماعيلي، فمش اول مره يلعبها يعني. محمد ابراهيم سالنا هل الفار هيطبق بالفعل؟ يعني الفار اقرب يعني. اقرب من اي وقت مضى للتطبيق، وفعلا حكام حاليا بيتمرنوا على تطبيق الفار وفي خبير اجنبي بيمرنهم، والمفروض ان هو هيطبق مع بدايه الدور الثاني، ومفروض ان الاجهزه وصلت كمان بتاعت الفار زي ما قلنا الله يكون في عونهم يعني بالتصوير بريزولوشن ده. انا فعلا انا بفكر اكتب حاجه عن الدوري المصري مستعد للفار من ناحيه بالزبط. الاخراج بالظبط دي الحاجه اللي الناس ممكن تكون غض عنها البصر شويه. يعني انت لما بتشوف في الدوري الانجليزي او الدوري الالماني او الدوري الاسباني او الدوري الايطالي اي دوري بيطبق في الفار وبتشوف التقنيات وزاويه الكاميرا والريزولوشن والكلوز وتشوف كل الامكانيات دي، هل وتشوف عندنا النهارده يعني اديك بتشوف يعني احنا مش شايفين الماتش اساسا يعني يعني اقول لك ان كره الفاول احنا متلخبطين فيها اذا كانت فاول ولا مش فاول، طب لما تتعاد ويجيبوها من كذا زاويه هيكون فيها ايه؟ الله يكون في عون الحكام يعني. جمال العنتابلي بيقول لنا رايكم في سولشاير واداء بيساكا الهجومي. بيساكا ده بيساكا عمل النهارده فرصه تقريبا هي اخطر فرصه لليونايتد اللي هي في اخر الشوط الاول. هو عامه في اسوء حالات اليونايتد هتلاقي بيساكا هو اللي بيعمل الفارق عامه يعني بس كمان خصوصا في الشوط الهجومي هو اللي بيدي شكل اليونايتد عامه. ولكن بس النهارده برضه يعني الله يكون في عونه كان بيلعب على حته فيها روبرتسون وكمان كان بيزيد عليه كمان فينالدم، فكانت مقفوله خالص بالنسبه له يعني. محمد رفاعي بيسالنا هو مهاجم جديد هيلعب ماتش النجم؟ لحد دلوقتي لسه بدري ما اتقيدش. عادل مكي بيقول انصح الزمالك بعدم الاهتمام باي لاعب اهلاوي، اظن كل فريق بيبص لمصلحته يعني بالزبط. لو في لعيب في الاهلي الزمالك شايف ان هو هيكون مفيد بالزبط. بالنسبه له معلش مش الفريق معلش انت محتاج اللعيب ده ولا لا. محمد الشافعي بيقول عمرو السولية اساسي في منتخب مصر، واظن لعب مع حسام بدري الماتشين اللي فاتوا اخر ماتش كوز والقمر كان اساسي السولية. احمد حمزه بيقول ممكن نعرف اللي بيحصل مع صالح جمعه ده سببه ايه؟ محدش يعرف يعني، هو في الاول واخر انا مش عايز زي ما قلت في لايف قبل كده كنا من يومين تقريبا مش عايز اربط ان صالح جمعه ما بيلعبش بان هو مثلا عدم التزام منه او حاجه، ممكن صحيح. عادي يكون المدرب مش مقتنع بيه لاي سبب زي بالضبط. اي مدرب تاني في الدنيا بيبقى مش مقتنع بلعبه معين، هو متواجد معايا يومين في التدريبات يمكن كده. في حاجه ما بيطبقهاش مش شرط يكون عشان مش بالضروره لازم نربط ده بان هو بماضيه السابق يعني بالظبط. ففي الاول واخر الراجل مش مقتنع بيه، والراجل خصوصا الراجل ما عرفش ماضيه يعني هو جاي ما عرفش من صالح جمعه. محمد نور بيقول كسر صلاح في الوقت ده ملوش لازمه، انت كده كده خسران في الوقت الضايع بتاعت فالفيردي كانوا متعادلين على الاقل. هو مش كسر صلاح، هو كان هيبقى فاول اولا يعني مش كسر، هو كان ممكن يشد من الفانيلا مش شرط يقوم ثانيا هو وفي نفس الوقت انت مش هتخسر كتير لما تطرد في الوقت ده لكن هي حاجه مش اجباريه زي فالفيردي يعني، فالفيردي لو ما عملش فاول اقول لك ده قرار غلط البطوله راحت لكن كان فالفيردي لازم يعمل فاول. النهارده دانيال جيمس ما عملش فاول ما فرقتش كتير يعني. كاسونجو تأيد ولا لا؟ عادل مكي بيسالنا هو المفروض كان الزمالك عايز يأيده في اتحاد الكوره، لكن اتحاد الكوره عشان يخلي انديه اللي عندها مديونيات عنده او مديونيات ليه تدفع مديونيات اللي عليها بيقول لهم اول ادفعوا وبعدين نأيد اللعيبه زي ما حصل مع الاهلي مع كهربا. تمام الاهلي دفع مديونيات اللي عليه وبعدين كهربا تأيد، فالزمالك عشان يأيد كاسونجو لازم يدفع مديونيات اللي عليه في اتحاد الكوره، واظن الموضوع هيتم تسويته بسهوله يعني، الموضوع مساله وقت مش اكتر. عندك حاجه ثانيه تقولها؟ لا خلاص عشان كمان ماتش برشلونه بدا بقاله 10 دقايق ففي ناس كتير دلوقتي اصلا مطنشانة عشان تتفرج على الماتش. ماشي شكرا ليكم، نقابلكم بكره ان شاء الله في لايف جديد او بعده او بعد بعده اي وقت يعني. في ماتشات في نص الاسبوع خلاص ماتش الاهلي وين بيتاجل ماتش المصري والزمالك كمان اتاجل اهو في ماتشات كاس اسبانيا ان شاء الله نقابلكم في لايف جديد الاسبوع ده. مع السلامه.